وهنايا في بلاد المهجر غادي نتقاسم معكم واحد الواقعة وقعات، وللأسف للأسف للأسف نقول لكم مرحبا بكم في قناتكم خطوة خطوة. ما تنسوش الدعم، ما تنسوش الاشتراك، فدعمكم مهم. السلام عليكم ورحمة الله. مش حال هذه ما درتش واحد الفيديو، دائما كندير لكم فيديوهات قصيرة بالنسبة للمعلومات، شي حاجة اللي تقدر تفيدكم، شي حاجة اللي تقدر تخبركم. ولكن هذه المرة قلت غادي ندير واحد الفيديو بغيت نشرح فيه بزاف ديال الحاجات اللي كيعانيو منها الناس هنايا في بلاد المهجر. وهنايا في بلاد المهجر غادي نتقاسم معكم واحد الواقعه وقعات، وللاسف للاسف للاسف انها من اجنبي ضد اجنبيين بدون اوراق. هنايا التجار في البشر، هنايا الاستغلال ديال الناس اللي ما عندهمش الاوراق. فواحد الحرقه كنتقاسم معكم هذا الفيديو، وهذا الشيء علاش قلت ما غاديش يمكن لي في هذه الحاله هذه انني ندير فيديو قصير. بغيت نفصل لكم وبغيت نشرح لكم وبغيت نحكي لكم المعاناة ديال الناس اللي في الكواليس بدون اوراق، اللي ما كنشوفوهمش لا في المواقع الاجتماعيه ولا في الحياه العاديه، لانهم بمعنى الكلمه محبوسين. علاش؟ لان ما عندهمش الاوراق، وكيكون الاستغلال ديال بعض الناس انهم يستغلوا هذه النقطه الضعف. ولكن الأسوأ الأسوأ وهو منين كتجي من واحد الشخص اللي هو من نفس البلد الأصلي ديال الأشخاص اللي هما كيعانيو. فهاد الواقعة في الحقيقة ألمتنا كجالية وألمتنا كمواطنين هنايا في فرنسا. فبدل أننا نمدو يد المساعدة للناس اللي ما عندهمش الوراق، أو لا الناس اللي عندهم مثلا مشكل في الصحة، أو لا طلبة، أو لا بزاف ديال الحاجات اللي نقدروا نساعدوا فيها ولو بكلمة طيبة. هنا هاد الواقعة وقعات، هو التجار في البشر، هو الاستغلال ديال الظروف ديال الناس اللي ما عندهمش الوراق هنايا في فرنسا، وربما في بلد اخر كاين اللي كيعيش هذه المعاناه ولكن ما سمعناهاش وما شفناهاش. كاين هنايا ارباب العمل اللي كيستغلوا هذه الظروف، وكيف ما قلت لكم الأسوأ هما انهم من بلد اصلي واحد. كاين بعض العائلات كذلك اللي كيستغلوا الظرف ديال شي واحد عندهم بدون اوراق. المهم هنا غادي نهضر لكم على هذا رب العمل اللي هو من اصول اجنبيه، للاصل ديالو من شمال افريقيا، واستغل الناس من شمال افريقيا كذلك بحكم ان ما عندهمش اوراق الاقامه، كانوا بالتهديد. غادي نشرح لكم القصه كامله. هاد السيد اللي غادي نتكلم عليه عنده بزاف ديال المشاريع هنايا في فرنسا، ومن ضمنها شركه صغيره ديال المواد الغذائيه. كان تحكم عليه بسنه بتهمه الاتجار بالبشر، وهذا الشخص كان تحكم عليه بنفس التهمه في عام 2021 كذلك بتهمه الاتجار بالبشر، لان خمسه الناس اللي شكاو به وكلهم من نفس الجنسيه وكلهم بلا اوراق، على حسب الظروف ديال العمل، لان ما كانش واحد الظروف اللي هي مناسبه لهذوك الاشخاص، وكذلك السكن اللي ما كانش لايق بالناس اللي كانوا خدامين عنده بحكم الظروف اللي كانوا كيعانيوا منها، وهي الاقامه بدون اوراق. كانت عنده الجلسه نهار الاثنين ولكن ما حضرش. كان وعد واحد الشخص بدون اوراق في 2015 انه غادي يخدمو شهريا براتب ديال 1600 اورو، ووعدو كذلك بالسكن وانه غادي يسولو الوضعيه ديالو. لكن للاسف ان هاد العامل في المطعم ديالو لقى راسو كيخدم 15 ساعه في اليوم، وكان تينعس في الكوزينه اللي كيخدم بها، كان تيتعرض للعنف والضرب. هادشي كله حيت ما عندوش، كان كيتعرض للعنف والضرب في اي وقت كان تيقول له غادي نتوقف على العمل. وبهذا الشكل هذا انه اضطر يرفع دعوى، وهنا كان تحقيق جاد دخل فيها الدرك شرطه الجو وشرطه الحدود ومفتشيه ديال العمل والخدمات البيطريه. بعد التحقيق خلاهم انهم يكتشفوا ما كانش هو بوحدو اللي ضحيه، ولكن كانوا ضحايا اخرى في الكوادر. كانوا كيتلقاو صالير بسيط مقابل يعني نهار طويل ديال العمل. كيف ما جاء في هذا الخبر هذا انه كان تقريبا 15 ساعه ديال العمل يوميا. كان كيسمح لهم انهم ياخذوا الدوش ديالهم مره في الاسبوع، وكان كيطلق عليهم الكلاب ديالو باش ما يهربولوش من لو ريستورون. يعني كانوا الكلاب ديالهم حرشين انهم الا كانوا غادي يقرروا الفرار بالليل، فالكلاب كانت هي اللي كتحضيهم بالليل باش تمنعهم من الفرار. الاستغلال ديال الناس اللي ما عندهمش واحد الاقامه، ولينا كنستغلوهم بواحد الظروف اللي زعما الضمير الانسان فينا هو الضمير، فينا هو الضمير، فينا هما المبادئ اللي
حنايا كمهاجرين بالعكس كيكون خص تكون واحد المحنه، كيخص تكون واحد يد المساعده، لان كنعرفوا الظروف اللي كتقدر تؤدي بالانسان انه يغادر ويجي بدون اوراق. فما خصناش نزيدوا الطينه بله، ما خصناش هذا الاستغلال. فاما غادي تخدموا وغادي ديكلاري بيه وغادي تسولوا الوضعيه، والا خليه يمشي في حاله. القصه طويله، وكانت تحكم عليه في 2018. كانت تحكم عليه لانه كان تيساعد في الاقامه الغير الشرعيه، كان تيسكن الناس اللي بدون اوراق بالتخبيه، وكان كيخدم الاجنبي بطريقه غير منتظمه وغير قانونيه كما كنقولوا، والخدمه اونوار ممنوعه في فرنسا كان تيقوم بها، تيدير وثائق مزيفه، وكذلك ما كانش يعني كيحترم ليجيان، وما كانش كيحترم لا سيكوريتي اللي كانت عنده في المطعم. هادشي كله زاد شي على شي وعطات النتيجه، ولكن الاهم من هادشي هو الاتجار في البشر والاستغلال ديال الظروف ديال المهاجرين اللي هما كاينين فرنسا بطريقه غير قانونيه، ومع الاسف بدل يد المساعده فكنستغلوا الظروف وكنعاودوا نزيدوا نعذبوا دوك الناس انهم جاو كيقلبوا على واحد الاقامه وكيقلبوا على العيش الكريم. فهنايا كنلقاو بانهم محظيين من طرف الكلاب، كينعسوا على الارض في المطبخ، الاستحمام كيكون مره في الاسبوع، يعني ساعات كثيره ديال العمل، والراتب مع الاسف كانت غير وعود كاذبه. هادشي اللي كيسميوه هما العبوديه الحديثه، كيف ما تسمى في هذا التصريح العبوديه الحديثه. فرنسا فعلا كتقوم بالترحيل ديال الناس اللي هما غير وضعيه قانونيه واللي ما مؤهلينش ان يحصلوا على البطاقه ديال الاقامه، ولكن راه ما كتدفعش بهم بالاتجار في البشر، وما كتسمحش انهم يتلاعبوا بهاد الناس اللي عندهم وضعيه غير قانونيه. ف كفانا من استغلال هذه الظروف، وكفانا استغلال ضعف البشر. واحد المدافعة هنا في فرنسا على حقوق الإنسان أشنو قالت؟ أمل أن يكون هذا القرار جزءا من اعتراف أكثر منهجية بالاتجار بالبشر، وأن تصبح مكافحة هذه الظاهرة الإجرامية أولوية حقيقية. خوتي هذا الفيديو تقاسمته معكم لأن فعلا تألمنا كجالية مغربية، وتألمنا بحكم أن الظالم من شمال إفريقيا والمظلومين من شمال إفريقيا، وهذا لا يعني أننا ما غنتألموش إلا كان ظلم بهذه الطريقة هذه من مكانة الأجناس ومن مكانة الأصول ديال البشر، فلا للاتجار بالبشر. وكنتمنى أنني نكون تقاسمت معكم هذه فقط للعبرة، وكنقول للناس اللي كاينين هنايا في بلاد المهجر ما تخليوش واحد آخر أنه يستغل هذا الضعف ديالكم. فالله كبير، نقول لكم شكرا، تحياتي لكم.